انثروا الجثث في الطريق ليراها كل المرة، ليروها، ليتبدد الخوف الذي دبه المغول، ولكي يعرفوا أن عثمان ومقاتليه بدأوا حربهم وكفاحهم للحرية. هيا ابدأوا بعملكم. قد أتيت هنا لأعلمك أننا نبايعك يا بلغاري. القائد الشجاع بلغاري العظيم. لقد أحببتك الآن، بدأت تعود إلى الطريق الصحيح يا دوندار. يكفي أنك قد نفيت عثمان. كل من سيحاول أن يعبث معك أو يقف في وجهك بالتأكيد ليس له مكان في قبيلتي. بقدر إخلاصكم للقائد بلغاري سيكون لطفه، سترى ذلك. لقد كان أخوك أرطغرل نزيها معك وأعطاك سيادة قبيلة الكاي بالنيابة عنه، وأنا الآن سأكون بمنزلة أبيك. انهض. منذ هذه اللحظة لست سيد الكاي بالنيابة، بل سيدها بحق. وسأقدم لك الذهب كضيافة لك. وأنت حر به، اصرف ووزع. لا يمكن، إن فرو قبيلة الكاي لأخي أرطغرل فقط. الأسياد لا يرضون بهذا. ليس عليك أن تقلق من الأسياد يا دوندار، فقط عليك أن تحاول أن تهدأ قليلاً، لأن بلغاري سخي جداً. المنصب الذي يضمك